ما حتى حد اللي وصلنا سوق حتى واحد. رضا طرابلسي من لواجات فهمني. محطة سيارات الأجرة بصفاقس. بصفاقس نخدموا صفاقس تونس. باهي. شنو عندك مدخول فيما يتعلق بالضرب العام اللي تقرر؟ الضرب العام البراد باركة هما يزيدوا يبركوها. ويحبوا يخدموا الناس هما يبطلوا في الناس يقعدوا في الناس ما مش لازم يخدموا. فهمني توا الضربات هذه توا البلاد تنهض وتمشي أمورها في في الباهي. أنا حبيت نسألك سؤال معناتها بالنسبة للرأي هذا نتاعك، اسكو رأي عليه إجماع من جميع سائقي سيارات الأجرة ولا رأي البعض؟ دور عليهم واحد واحد، دور عليهم واحد واحد، ولا كان واحد قال لك لا، إجا حسبني. هذه بالنسبة لنا احنا وقت اللي الواجهة تعاني و60 مليون الكهرباء والأسيرون 6 ملايين لجنة اتحاد ولجنة حمادي جبال، احنا ما بحط حد ونخدموا على رواحنا ما على بالنا بحط حد، فهمتني؟ لا نتابعين حتى حزب، احنا وقت اللي تكلمنا على رواحنا من عاد عبد الله القلال البن علي الكل تكذب علينا، يجيو المحطة طف 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 الانتخابات صباح الخير ما فما حد شيء. احنا خويا ما نتابعين حتى حزب وما نتابعين حتى منظومة، احنا ناس نخدموا على رواحنا خويا، كان خدمنا كلينا ما خدمناش ما ناكلوش صح. داكورد خويا اصلا اسطول كامل، ادخل اتفرج خويا في الاسطول وتفرج خويا في العباد اللي راحوا تحت الحيط بنهارين بثلاث ايام هنا، وحتى حد ما يتلفتن وحتى حد ما يعطينه وحتى حد ما حكى على الزياده تاع النقل المزود زيت لوتوروت ما حكينا عليه حتى حد، وحتى حد ما يحس بالزوال خويا، حتى حد حتى انسان خويا. حبيت نسالكم اخر سؤال العباد كل مع بعضكم، شنو هي المشاكل اللي يعاني منها القطاع اليوم وشنو هي الحلول اللي انتم تقترحوها على صوره من المعنى؟ بالنسبه لنا احنا المشاكل راهي ظاهره ياسر ياسر، خط تونس فاقس يستحق 100 رخصه، الدوله حك راسك يجي اعطيه رخصه ولا تفاجي 500 رخصه فهمتني. الكهرباء كانت ب 30 مليون تو والله 67 مليون، المازوت كنا ب 20000 نصبوا بلان تو نصبوا فيه ب 60000 ماشي وجاي، والطريفه هي عندهم الطرود معناتها تخلص. انا محترف لطريق السياره، محترف لطريق السياره يعمل فيها كي السيارات الكل اللي تتعدى مره في 20 سنه فهمتني، ماهيش معقوله. رانا احنا متضمرين، رانا احنا ساكتين وصابرين، ولولا كان الاتحاد باش يعمل اضراب ولا اي كان النقل يعمل اضراب تبرك البلاد بالحق. احنا هنا ساكتين وماش متكلمين، اما الجور باش يعمل اضراب النقل راهي البلاد باش تبرك بالحق فهمتني، ورانا ما نتابعين حتى حد، ما عندنا حتى حزب، راهو حزبنا هي الخبزه، احنا نحبوا ناكلوا الخبزه وكا. على سارين الزمان هكا مسلمين في ديارنا وفي صغارنا باش نخدموا روحنا ونلموا عقود صغارنا، مش شبنا في السياسه احنا. لا دخلنا لنا في السياسه احنا. مضروب العمل انت غدوه يهمك. كلمه خويا هاو يصور هاي. يهمك الاضراب تاع غدوه اللي عندنا عليه الاتحاد العام التونسي الشغل. ما يهمنيش انا غدوه حي اذا كان ما نخدمش ما ناكلش خبز يعني. انا سالتهم كلهم عندهم موقف سلبي من الاضراب اللي تقرر غدو، ويقولوا اللي هما ما همش منخرطين في الاضراب هذا اللي قرر الاتحاد العام التونسي الشغل. حبيت نشوف راي العبيد الكل باش هكاك ما نحرموا حد انه اذا فعلا حكايه الاتحاد العام التونسي الشغل الناس كل عندنا اضراب مش هذاك هو اللي احنا ناكلوا منه الخبز الاتحاد ومتابعنا احنا الناس كل علاش باش نكذب عليك شنو باش نتبعوا حاجات اخرين هذاك صحيح نحكيوا فيه. قدمنا طلبات قدمنا كل شيء منفعنا حتى حد، دولة كان ريتهم من الرئيس وانتهى منفعنا حتى حد من تونس حتى شراج دير والشفرة كلها يتفرج حتى حد تشوف طلبنا في زيادة في الطريفة ما زادنا حتى حد، طلبنا باش ينقصونا في الاسيرونس ما سمعنا حتى حد، ما سمعنا حتى حد. نحب نرجع لك ليك انت على خاطر انت الوحيد اللي تسمع عندك راي مختلف على العباد الكل. دونك نحكيو شويه على الاتحاد العام التونسي للشغل. ها وعدنا واحد اخر. دونك اليوم شنو هي اليات الحلول اللي انت تقترحها باش نتجاوزوا هالتشكيات الكل؟ والله شو نقول لك برجوليه انت نكلمك حاجه، راهو الاتحاد هذا ريتو الاتحاد احنا مش نعرفوه تو نعرفوه سين فهمني، وهو اللي قاعد مثلا لاهي بينا وبالنسبه احنا تو ولينا تو ما عادش نعرفوا حد شيء في البلاد هذه فهمني. علاش مش لاهي بينا؟ شنو لاهي بينا؟ شكون الاتحاد؟ اسالوا انت شو الاتحاد؟ لا سامحني سامحني شويه تقول لي شو معناها مش لاهي بينا؟ شنو اللي عمل لك الطلبات؟ شنو خدم لك الطلبات اللي كنت كسائق؟ شنو هي؟ تو بالنسبه للوقت زادك في الجرنات نتاعك زادك في الجرنات يا ولدي الاتحاد باش لاهي؟ الاتحاد لاهي بجماعه الطيارات لاهي بالطب لاهي كذا من الواجهات الناس الزوالم واش لاهي بها ما تفهمش ما يسمعك شيء اسمع الرجول اللي جينا باش نقرفوا احنا جينا باش نقرفوا احنا شهر التالي ولا عملوا هكا بعثنا الاتحاد يحاول قال ما تقرفوش ايش باش نعملوا لكم؟ طلب بكم طلبات باش نحيو لكم الفينيات 120 الف العام يا ودي بن علي خرجوا على بن علي خرجوا على زيد 60 فرنك في الخبزه فهمتني؟ خدم لك الاتحاد
شنو اللي يقدم لك انت كمواطن مسير؟ انت تاع شنو اللي يعمل حد شغل؟ حد شغل راه يحكي لك، مش حد الصناعه والتجاره، مش تاع الصناعه، مش تاع النقل، انت حد شغل. شنو الطلبات اللي يعملهم لك؟ مو تاع سي حسين ولا سي حسين؟ اي سي حسين. ايش بيه؟ شو مشكلتكم انت معاه؟ سي العباسي. ايش مشكلتكم معاه سي العباسي؟ ما تذكرش اللي هو القبسي. مش ساعه، شو مشكلتكم معاه هذا؟ ما انا ريت الطفل يعيط هذا. ها هذا يا سلفي ساعه بالرسمي نحكي لك هذا ولا بالرسمي؟ هذا ساعة رجل شرسي اشبيه والله بالرسمي اشبيه. اسمع يقلق في البلاد. احنا اشبيه السلفي بالرسمي؟ افهمني، الاتحاد مش مقلق في البلاد، افهمني. لا لا هذا لا لا هم ساعة ما حضروا. اسمعني ساعة، اسمعني الاتحاد يلزمني نكون زبرات كيف هو وما ننتميش للاتحاد، فهمت؟ ما هو هذا صافي هذا صافي وبينك. حضر لا بشويه ساعه، حضر اسطول كامل. نحب كلمه للتوانسه، يا توانسه حافظوا على بلادكم، راهو من نمشوا تطلع بلادكم كان بالخدمه مش بالاضرابات وبال حتى العصافي العجالي. راهو تونس بلادكم عزيزه، حافظوا عليها وذاك هو.